ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده، وهكلمكم عن حاجه كده يعني بقالي فتره محتاره اجربها ولا لا. فلما جبتهم وجربتهم بصراحه قلت بقى لازم اعمل لكم عليها ريفيو عن تجربتي عنها. دي شفرات فلامينكو المعروفه والمشهوره واللي اغلبنا استعملها، وفي ناس لسه ما استعملتهاش، فهقول لكم تجربتي عنها وكمان الطريقة الصحيحة لو انتي حابة تيجي بيها وعاوزة تستعملي النوع دوت. فخلونا نعمل لايك سبسكرايب فاصل صغنون، فخليكم معايا ما تروحوش في اي حتة، راجع لكم على طول، تنسوش لايك. حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال، بس لك منطيه مجال. ورجعت لكم بعد الفاصل، هتكلم بقى عن الشفرات الحلاقة بتاعت البنات. في منها فلامينكو، هي بصوا شكلها شكل الفلامينكو كده، فكانت عجباني. الشفرات دي بقى حلوة في ايه، او الجديد بتاعها ايه؟ ان هي متصممة بطريقة معينة بتخليها مختلفة عن الامواس العادية، مش زي شفرات اللي هي بتاعت الرجالة اللي هي بتاعت الحلاقة. بصوا حتى تلاقوها مشرشرة، حتى لما همشي ايدي مش بتوجع ولا الكلام ده كله خالص. ميزتها بقى ان هي بتشيل الشعيرات الصغيرة والقشور والطبقات الجلد الميت، وبتخلي الوش كمان ناعم قوي. وكمان بتفتحه، انتوا عارفين الشعر في الوش بيغمق الوش شوية، فلما بتشيلي ده كله وشك بيفتح وبيبقى ملحوظ جدا. الطريقة بقى الصح اللي انت هتستعملي بيها ازاي، ان انت الاول حطي سكراب على وشك، اعملي سكراب لوشك، علشان لما تعملي سكراب وخلاص وغسلتي وشك وخلاص هتيجي تستعملي الشعيرات الصغيرة بتبان اكتر، تمام؟ انت كمان وشك بيبقى مؤهل ان انت هتشيلي بقيه الشعر الصغير، وكمان الكشور والجلد الميت اللي هو من بعد السكراب. فحلو جدا. تستعمليها ازاي بقى؟ يعني لو الشعرايه نازله كده انت تمشي معاها كده مش عكس، يعني بنمشي مع اتجاه الشعرايه. الاحسن ان انت لما هتيجي تستخدميها ما تستخدميهاش في المنطقة فوق الشفايف، يعني هي بس في الوش والحواجب بس، بلاش منطقة فوق الشفايف، فانتوا اكيد فاهمين يعني ايه في منطقة فوق الشفايف. علشان بقى تحافظي عليها لأطول فترة ممكنة، عقميها، لازم تستخدميها بعديها تشطفيها بمية دافية وشامبو، وتسيبيها تنشف تقفليها تاني كده. دي طريقة. طريقة تانية ان انت ماشي شطفتيها بس اسبراي، بقى اسبراي اللي هو المعقم اللي هو السبرتو. طبعا احنا لازم نخليه عندنا لان نستخدمه حاجة في حاجات كتير جدا. رشة وتسيبيه ثانية وبعدين تقفليها وتشليها عندك. ما تخليش طبعا ولادك يلعبوا فيها، هي حلوه كمان. انا ما استخدمتهمش كلهم طبعا، بس انا كنت حابه اوريكم الالوان بتاعتها، الوانهم حلوه جدا جدا بصراحه، كلهم احلى من بعض. بس انا طبعا اول حاجه جربتها الفوشيا علشان انا بحبه جدا. بس ده كان ريفيو النهارده عن شفرات فلامينكو والطريقه الصح اللي انت هتستخدمي بيها الشفرات، وكمان طريقة العناية بيها. ده كان ريفيو النهاردة، يا رب اكون فدتكوا، وهقول لكم باي باي.